وإحنا نصيد يعني كل واحد عنده تفكته جبناها من روسيا في أحدى الوفود. إيه فكنا نصيد، فكان هو يرشدنا إلى المكان الأماكن اللي خاصة بالصيد. صدفة أن جاء صدام حسين، وهذا يقع في مدخل الهور بعد المدينة، فشاف هذا وشاف المضيف وشاف جاء سلم عليه، هذا سلم وجر الكلاشينكوف وضرب طلقات تحية للسيد الرئيس، وجو عشاء عائلته اللي داير مدايره كل واحد جر الكلاشينكوف ورحب الرئيس بالطلقات. فصدام حسين قال لهم شكرا شكرا، أنا أدري راح تحاسبون على الطلقات. قال لهم نزلوا لهم صناديق مال طلقات حتى يرحبون على طول بالناس اللي يجون الطيبين. قال له شلون الصيد عندكم؟ قال له والله عامر يا سيد الرئيس. قال له زين، أنا تعرف أكثر منطقة بالصيد حلوة بالأهوار حلوة؟ قال له إيه نعم أعرفها. قال له ياهو، قال له فلان فلان منطقة سماها إيه. قال له الرئيس العد زين، هسا أنا وياك نروح لها، طيارة موجودة الهليكوبتر نركبها ونروح. قال له والله سيد الرئيس أني حتى ولو يعني تقتلني ما أركب بالطيارة، اقتلني أني وعشيرتي ما أركب. قال له لك لا تخاف أني وياك، ليش تخاف؟ قال له لا سيد الرئيس، أني الحقيقة الهور أرضة الزلزل. قال له شنو تزلزل؟ قال له يعني مو ثابتة، أكو احتمال أنه المنطقة اللي نروح لها مسويها إحنا على قصب، فهاي تبلعنا وتبلع الطيارة وتبلع الكل وياها، فلهذا ما نروح بالطيارة بهالمناطق مال الهور، يعني لأنه غير الأرض مالتها غير مستقرة يعني. فقال له خوشة حكيت وراح، ومرت اللخ من جاه همزة وبعدين اكرمه. لا يعني ركبوا الطائرة ولا؟ لا ما ركبوا، راحوا بالمطار. اها بالمطار بالمشحوف؟ لا بالمطارات مال مال الهور مال الحماية. مطارات يعني شنو؟ دراجات نارية؟ لا مراكب نهرية نزلوا للحماية، مراكب مطارات يعني بلم وبمطار يعني. اي بلم وبمطار اي يعني كان هم هو وياه هذه إيه. فبعدين قال له شو تريد أنت؟ قال له والله سيدي أريد مدرسة، لأن أولادي يروحون 3 كيلومترات كل يوم للمدينة ويرجعون ساعتين بساعتين، فقال له أريد مدرسة ابتدائية. قال له بعد شو تريد؟ قال له أريد مركز صحي. قال له أنت شو تريد؟ قال له أنت كفيت ووطيت، كان ينطيه كرامية تبلغ يقول 300,000 دينار كل إكرامية مع الرئيس، وكان يزورها وينطيها لما حوله يعني مثل، ويخابرنا أنا يقول تعالوا أخذوا صناديق الخراطيش من عندنا من عندي. فكان إحنا الحقيقة هذا الرجل نفسه هذا أي نعم هو ثامر السويلم اسمه، أبو ثامر أي، فأبو ثامر السويلم إيه؟ أبو فرحان. فكان هذا إيه؟ أول شخص يقتل في سنة 2003 هو إيه؟ أبو فرحان، هذا الرجل البسيط اللي لا يحسن القراءة والكتابة. من قتله؟ وكان يقتلوه هذول المجاورين إلى حسدا و يعني من المنطقة نفسها. قتلوه لأنه هذا كان تابع لصدام، والرجل لا يشتري صدام، والقدر أو الصدفة جابتها. نعم صدفة صارت جابت صدام عليه، وهو حسن المضيف ماله وسو كبره وبنى له مدرسة ومركز صحي. أمرنا أن نبني له مدرسة. أنتوا اللي بنيتوها؟ نعم الإدارة المحلية بنتها. نعم سنين بنتها، وقال المرحلة الجاية الثانية أشوف المدرسة والمستوصف، فبنوه خلال 4 أشهر أو شيء بكل طاقتهم يعني الإدارة المحلية. وهاي كانت الزيارة للأهوار يعني.